الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، حيث ننطلق في هذا المساء الجميل، في هذا المساء الذي يشمل على جولتين، والجولة الأولى بستة أشواط، أربعة أشواط مفتوحة وشوطين خاصة بالإنتاج والمنتجين. المسافة المقررة هي 8 كيلومترات. هنا نسير مع أول انطلاقات هذا المساء والشوط الأول الخاص بالأبكار الثنايا المحليات الأصايل، وجائزة 300,000 درهم للفائز بالمركز الأول، والجوائز النقدية المجزية من المركز الثاني وحتى المركز العاشر، ومادة الزعفران التراثية التي تنتظر أيضا المراكز الأولية بالتتويج بهذه المادة التراثية، أيضا مادة زعفران سمير. نسير عبر الهواء مباشرة عبر قناة ياسر الرياضية وقناة دبي ريسنج وقناة الكاس الناقلات لهذا الحدث الرياضي الكبير، مباشرة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام إلى مقدمة الشوط، مرحبين بكل الحاضرين في عاصمة الملايين، نرحب بجميع المتابعين خلف الشاشات وإلى المركز الأول. الساعية لسعادة حميد بن سعيد النيادي هي من تتقدم هذه الأسماء، بينما المركز الثاني جمان المانع بن صقر بن فلاج الاجتبي يقدم لنا جمانة على المركز الثاني. المركز الثالث مخيفة لسهيل بن سلطان بن تريم الاجتبي خدت المركز الثالث. المركز الرابع وصول ايضا من القادمة، هذه القادمة في المركز الرابع، هناك عنوان منصور بن احمد بو عوانة المنصوري يتقدم مع عنوان القادمة في هذا الشوط، والباحثة عن عنوان هذا الشوط ايضا تدخلت في هذه اللحظات. هذه مساعي احمد بن سعيد بن دري الفلاحي يتقدم مع مساعي، ايضا من يقدم لنا مساعي في هذا الشوط بادائها المتميز وشعارها المنافس دائما وابدا. هجوم لسويدان بن محمد بن سالم العامري بدات ايضا تهجم على الشوط تبحث عن الفوز والانتصار، بينما مذيار ناصر بن هلال بن سعيد العفاري يقدم لنا مذيار القادمه في هذه اللحظات، وايضا المنطلقه من خلال المنافسه مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام. خذت المركز السابع، المركز الثامن جبارة سفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف يتقدم من خلال هذا الاسم، يتقدم على المركز الثامن. المركز التاسع شواهين عبد الله بن حمد بن سالم بالعود العامري يقدم لنا شواهين، ايضا يقدم احد الاسماء القوية والعملاقة، نتمنى التوفيق للجميع ولكن شواهين خطيرة بالفعل. المركز العاشر الوصول في عاشر المراكز، هذه الوسمية لعنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي يقدم لنا الوسمية، ولكن وصلت جبارة، أهالي غياثي قادمين، محمد بن مساعد بقران المنصوري يقدم جبارة، الزاوية الأخرى تحمل لنا اسم آخر، هناك الظبي محمد بن مبارك بالحرز الشامسي يقدم الظبي، أيضا يتقدم من خلال هذا الاسم. هذا نداءنا الأول، ومن هنا تحول مشاهدين الاعزاء الى الساعية على المركز الاول بالشعار الاتحادي، شعار سعادة حميد بن سعيد النيادي يتقدم في المركز الاول، يقدم لنا هذه الانطلاقة ايضا المميزة والمثيرة دائما بهذا الشعار الذي يعرف طريق الرموز جيدا، شعار النيادي يتقدم هذه الاسماء من البداية وهو على المركز الأول، بينما جمانة لمانع بن صقر بن فلاج الاجتبي يقدم لنا جمانة، خذت المركز الثاني. المركز الثالث عنوان منصور بن أحمد بو عوانة المنصوري يقدم عنوان في المركز الثالث. المركز الرابع الوصول، أيضا تدخلت هجوم السويدان بن محمد بن سالم العامري يقدم لنا هجوم، هجمت على المركز الرابع، بينما هناك مساعي لأحمد بن سعيد
بن احمد بن دري الفلاحي يتقدم ويقدم لنا مساعي ايضا تبحث عن نقطة في هذا الشوط بشعارها الجميل شعار الجري الذي يقدم هذه الانطلاقة. بينما الظبي محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي يقدم الظبي وخطير الشعار العناوي خطير للغاية بالحرزي يقدم الظبي ولكن شواهين عبد الله بن حمد بن سالم بالعود العامري يقدم انطلاقة مميزة وجميلة ومذيار ناصر بن هلال بن سعيد العفاري وصل العفاري يقدم مذيار ولكن ضيفتنا العزيزة القادمة جبارة وصل سفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف يتقدم ويقدم لنا جبارة القادمة من المملكة العربية السعودية القادمة بانطلاقاتها القوية والعملاقة. هنا وصلت اللي هي جبارة محمد بن مساعد بن قران المنصوري. وين الموقع بدأنا نقترب من لافتة الأربعة كيلومترات. بدأنا نقترب من انتصاف المسافة. يا لها من أسماء قادمة بعد العشر المراكز الأولى ولكن عودة إلى مقدمة الشوط جمانة اللي غيرت المركز الأول بن فلاق الاكتبي وصل مانع بن صقر بن فلاق الاكتبي يقدم لنا جمانة يتقدم مع هذا الاسم يتقدم مع هذا الشعار الوصول الدخول من الساعية سعادة حميد بن سعيد النيادي يقدم لنا الساعية على المركز الثاني. هذه انتصفت المسافة شوط 300,000 درهم لمن سوف يكون لمن هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله المركز الثالث هذه عنوان ايضا منصور بن احمد بو عوان المنصوري يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع مذيار ناصر بن هلال بن سعيد العفاري على رابع المراكز. هذه شواهين تدخلت شواهين بالعود وصلت شواهين يتقدم عبد الله بن حمد بن سالم بالعود العامري يقدم لنا شواهين ايضا المتدخلة من السياج الخارجي. هذه شواهين بدأت بالسرعة مبكرا ما شاء الله الدخول من الظبي محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي وصل الشامسي والوصول من مذيار ناصر بن هلال بن سعيد العفاري يتقدم. الدخول ايضا من وهيلة محمد بن سهيل بن عويضان اول نداء لشعار ابو حمد وصل شعار ابو حمد يتقدم من خلال تواجد وهيلة وصلت وهيلة وايضا يتقدم عبد الله بن حمد بن هيان العامري يقدم لنا هذا الاسم. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام اعود الى مقدمة الشوط جسر العبور وهنا تبان الاخبار 3 كيلومتر المتبقية. هنا نعود الى مقدمة الشوط ما شاء الله غيرت الساعية سعادة حميد بن سعيد النيادي يتقدم في المركز الاول يتقدم في الصدارة الاولى في المقدمة الاولى. المركز الثاني عنوان منصور بن احمد بو عوان المنصوري عنوان على المركز الثاني. المركز الثالث شواهين عبد الله بن حمد بن سالم بن العود العامري يتقدم بالعود ويقدم مجموعة من الشواهين. هذه شواهين تنضم الى المركز الثالث. المركز الرابع هناك جمانة مانع بن صقر بن فلاق الاكتبي وصل بن فلاق يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس هذه الظبي وصلت الظبي تقدمت الظبي يتقدم ايضا محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي يقدم لنا الظبي ولكن الوصول من مذيار ناصر بن هلال بن سعيد العفاري وصلت مذيار وهيلة القادمة وهيلة ايضا تتقدم بشعار محمد بن سهيل بن عويضان العامري
يقدم لنا وهيلة في هذا الشوط. ايضا دخول اخر جديد من كوفية، ناصر بن عبد الله المسند، يتقدم المسند، وصل المسند، يقدم لنا هذا الاسم. يا لها من اسماء قادمة، هناك وصلت صروح سعيد بن خليفة بن زاهر الخيلي. بن زاهر وصل، بن زاهر تقدم، وبن دري مع فدوى. عيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري يقدم فدوى. وصلت الشاهينية، سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي يتقدم مع الشاهينية في هذا الشوط. الدخول من وعد حمد بالعصري بالحب العامري، وصل شعار بالحب، يقدم لنا هذا الاسم. الله 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 الله، القادمة هناك اللي هي مساعي احمد بن سعيد بن احمد بن دري الفلاحي. تدخلت ضبية، علي بن سعيد بن سالم الزرعي يتقدم من خلال هذا الاسم. ولكن الموقع 1500 متر، 1500 متر، شواهين اللي ذكرتكم بها هي اخذت الصدارة، هي اخذت المركز الاول. هذا عبد الله بن حمد بن سالم بالعود العامري يتقدم مع شواهين، ينطلق مع شواهين على الصدارة الاولى، على المركز الاول، على المقدمة. بينما ايضا هناك عنوان منصور بن احمد بو عوان المنصوري على المركز الثاني. شوفوا القدوم، شوفوا الوصول من الاسماء. وين الموقع؟ 1000 متر، الكيلومتر الاخير. يا سلام يا سلام يا فدوى، وصل بن دري يتقدم مع فدوى. عيسى بن علي بن سعيد بن دري المنصوري، وهيلة بن عويضان، محمد بن سيد بن عويضان العامري. والقادمة هناك ايضا مذيار، ناصر بن هلال بن سعيد العفاري قادم. وصلت ايضا هناك الظبي، والواصلة ايضا كوفية، ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. ولكن اعود الى شواهين على الصدارة، شواهين على المركز الاول، على المقدمة الاولى. يتقدم عبد الله بن حمد بن سالم بالعود العامري. اهالي زاخر ايضا هم من يقدمون النوعيات الفاخرة، من يقدمون هذا الاسم. هذه شواهين عبد الله بن حمد بن سالم بالعود العامري. محاولات عنوان منصور بن احمد بو عوانة المنصوري يقدم عنوان اول اشواط هذا المساء. هي القادمة، هي ايضا المسيطرة. منصور بن احمد بو عوانة المنصوري القادم المسند. وصلت المسند مع كوفية ناصر بن عبد الله بن احمد. المسند قادم على المركز الثالث، ولكن عنوان ال200 متر الاخيرة، ال200 متر المثيرة. وصل المسند وعاد بالعود مرة اخرى، يتقدم من خلال هذه المنافسة. ولكن عنوان منصور بن احمد بو عوانة المنصوري يتقدم على المركز الاول، على الصدارة الاولى. روح يا ابو عوانة، سلام للعين، سلام على هذا الفوز والانتصار. تهانينا لمنصور بن احمد وعوانة المنصوري المركز الثاني. هناك كوفية ناصر بن عبد الله بن احمد المسند المركز الثالث. وصلت شواهين لعبد الله بن حمد وسالم بالعود العامري المركز الرابع. هناك الدخول في رابع المراكز من وهيلة حمد بن سيد بن عوضان العامري المركز الخامس. دخول جماعي ما بين وعد حمد بالعصري بالحب العامري، وايضا ما بين مذيار ناصر بن هلال بن سعيد العفاري. هكذا مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، شوط 300,000 درهم يذهب مع ابو عوانة. سلام لمنصور بن احمد بو عوانة المنصوري. عنواني هذا الشوط هي عنواني اول اشواطي الجولة الاولى، هي عنوان منصور بن احمد بو عوانة المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هنا مخرجنا حسين السيد ياتي بهذه اللقطة، هنا لحظات الفوز، 12 دقيقة 34 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. بينما المركز الثاني ايضا اتت كوفية، ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند ب 12:35 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث شواهين عبد الله بن حمد بن سالم بالعود بن سعيد العامري، قطعت المسافة 12:35، 4 أجزاء من الثانية. بينما من حلت رابعا وكان بدخولها الجميل هناك ايضا من خلال هذه المنافسة القوية،
حيث قطعت المسافة وهيلة لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري 12 دقيقة 39 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. المركز الخامس كانت هناك أيضا مذيار ناصر بن هلال بن سعيد العفاري ب 12 39 وسبع أجزاء من الثانية. هكذا أيها المتابعون جميعا.